السلام عليكم ورحمة الله متابعين قناة فنون زراعية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. أتمنى رب تكونوا بخير. فيديو جديد ومكملين مع محصول الفلفل. في كام حاجة كده لازم ناخد بالنا منهم مع ارتفاع درجات الحرارة. رقم واحد، إن الكالسيوم بتاعنا ارتفاع درجة الحرارة بيأثر على امتصاص عنصر الكالسيوم اللي في الأرض، تمام؟ وبالتالي لازم تسمد الكالسيوم بتاعك في وقت الصباح الباكر او في وقت العصر عشان تضمن امتصاصه. مع ارتفاع درجة الحرارة ما بيحصلش عندنا امتصاص لعنصر الكالسيوم، تمام كده؟ وتحافظ على رش النباتات بعنصر الكالسيوم من فوق، الكالسيوم البورون اللي احنا بنقول عليه كالسيوم بورون، تبدأ تحافظ على النبات برش عنصر الكالسيوم. ناخد بالنا من حاجة كمان، في ارتفاع درجة الحرارة عندنا العناكب وعندنا التريبس وعندنا المن اليومين دول مبهدل معظم الزراعات، تمام؟ الحاجات دي لو احنا حافظنا عليها، وطبعا معاهم الذبابة، لكن الواضح والظاهر اللي بيأثر لي على العقد واللي بيأثر لي على كمية الثمار وعلى شكل الثمار المن والعناكب والتريبس. التريبس بيعمل لي اللون الفضي اللي بيكون موجود على الثمار، المن بيعمل لي الندوة العسلية اللي بتخلي شكل الثمار عليها عفن هبابي أسمر، والعناكب بتعمل لي برضه عملية الجرب في محصول الفلفل أو الخيار، لكن احنا بنتكلم على الفلفل. فناخد بالنا من اللي احنا قلنا عليهم، العناكب والمن والتريبس، دول أخطر حاجات في الفلفل، خصوصا التريبس، لان التريبس بيخش في قلب الزهره من جوه، بتلاقيه بايت في الزهره زي ما احنا شرحنا في فيديو قبل كده، بايت في الزهره من هنا. في بعض المبيدات مش بتجيبها الا المبيدات الجاهزيه، فناخد بالنا. العناكب، المبيدات اللي بتجيب العناكب، رقم واحد الابامكتين بجميع انواعه، 1.8 3.6 8% 10%، الابامكتين هو ده بيجيب الحشرات الكامله، البريادين وده بيجيب الاطوار بجميع انواعها، البيفنزيت والايتكسازول والهكساسيازوكس دي اليرقات والاطوار الغير كامله بمعنى اصح. بالنسبه للمن ممكن الدلتا مسرين لو العمر صغيره ما بنجمعش، او لو فلفل اللي بيتحمل لان فتره التحريم 7 ايام، الاسيتامبرايد الاميدا كلوبرايد بجميع النسب بتاعتها برضو عشان خطر التحريم بتاعها. بالنسبه للتريبس سبيرو تترامات والسيسوكلام هيدروجين اوكسالات والاميدا كلوبرايد 70% ده برضو بيجيب معانا في التريبس، دول افضل حاجات للتريبس، والسبينوساد للاعمار الصغيره، تمام كده؟ فناخد بالنا من الحاجات دي عشان تحافظ على النبات بتاعك. لازم تكون موفر المبيدات دي على طول في المزرعه بتاعتك عشان النبات يفضل معاك شكله صحي كده، الورق بتاعه اخضر، التزهير بتاعك اهو مفيش فيه مشاكل، العقد فوق اهو، بداية العقد من فوق اهو، بداية العقد من تحت ما شاء الله تبارك الله، من تحت نطلع من فوق، كل فرع عليه ثمرة اهي تدريجيا، فهنا النبات بتاعك يفضل صحي. لكن لو سبته وقلت النهاردة هرش، بكرة هرش، بعده هرش، هتبص تلاقي النبات بتاعك اتبهدل من الحشرات اللي احنا قلنا عليها دي، واخطرهم التريبس، يليه العناكب، يليه المن. ده من وجهة نظري. طبعا هما الثلاثة شرسين وخطرين رغم سهولة التعامل معهم في البداية قبل ما يحصل عندي المشكلة، يكون عندي متوفر المبيدات زي ما احنا قلناهم، العناكب، الابامكتين، والهكساسيازوكس، والايتكسازول، والبيفنزيت، التريبس، سبيرو تترامات، سيسوكلام هيدروجين اوكسالات، والاميدا كلوبرايد، والاسيتامبرايد، واللمبادا سيهالوسرين برضو بتجيب معاك شوية في التريبس، ومادة الكربوسلفان اللي احنا دايما متعودين عليها نجيبها في البصل، تمام؟ وعندنا عندنا قلنا بقينا ايه، بقينا المن، نفس المبيدات اللي بتجيب التريبس بتجيب معانا المن، يضيف عليهم الدلتا مسرين، تمام كده. وعندنا المركب بتاع، اللهم صل على محمد، السيامايسوكسان برضو كويس جدا 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 في المن، وبيجيب الذبابة وبيجيب معانا بعض الحشرات، مجموعة كبيرة من الحشرات، الذبابة والمن والنطاط، تمام. فده باختصار شديد لما بتيجي تتعامل مع محصول الفلفل. نشوفكم في فيديو جديد، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.